أجمل الأرزاق، لا تجعل فهمك للرزق يتوقف عند حدود المال فقط، بل إن أجمل الأرزاق سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد. الحمد لله على ما أعطى وأخذ. داوم على الاستغفار، فإن لله نفحات في الليل والنهار، فعسى أن تصيبك منها نفحة تسعد بها إلى يوم الدين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.